هسي ناسنا ديل الواحد بيسلم ما بنقول له خش معركة ولا غزوة، بس الإسلام ده مسكوا زي الناس، بس توحيد أبقى عليه تمام، ما تمشي ليه فقيه، ما تمشي ليه شيخ، ما تمشي ليه زول دجال تقول له شوف ليه الرائحة، نادي الله براو، دي من البداية بعصلج فيها، دي مشكلة شنو ذاته لو وقعنا فيها. ديلك أسلموا خشوا في الإسلام ظاهرا وباطنا، تجي غزوة طوالي قدام والما بيلقى يخش في الغزوة بيبكي، ما لقى طريقة يخش بيبكي. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم شنو تفيض من الدمع، كالعرباض بن سارية رضي الله عنه، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، حزنا بتختلف من حزنا، حزن بفتح الزاي وفتح الحاء قبل يعني شدة، يعني كونه يرجعوه ما يقاتل الشدة، وقع شديد عليه حتى يبكي حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، مش حزنا ألا يجدوا ما يأخذون، وما طلاب دنيا، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، زول بيبكي ما لاقي شيء ينفق وبيبكي لأنه رجعوه ما يقاتل. وذلك الواجب على المسلمين اليوم أن يقتدوا بهؤلاء الأصحاب، ونحن يا جماعة سيرة الصحابة نحيها، ناس الليلة يحيوا في سير بتاعت ناس طواغيت والله الذي لا إله غيره، براعي ومكاشف وكباشي وصايم ديمة ووك وبقرون سيرة بقرون وغيره، نحيي سير الصحابة ذي، لا فيهم مشرك لا فيهم زول دع على الشرك، دين طاهر ونظيف وناس أسود، أي زول يطعن في الصحابة الشيوعيين شيعة غير لو ناس دنيا ناس مغلوبين، والله أنت شيوعي يقول لك نحن دارين حرية ووك، أمشي الصين مش شيوعي أي أمشي الصين دار، وأمشي روسيا أتحداك يتكلم في السياسة في البلد الإسلامي اللي بتتكلم فيه، تطعن في الحاكم وخالينك وبعد دار حرية، أمشي بلد ذاته هناك، أمشي روسيا أمشي الصين، أقبض لك صيني يقول له تعال قل له الحاكم كيف إما جرى منك يومين وما لميت فيه تعال قابلنا، والله الذي لا إله غيره، ويقول لك في البلد دي حرية. هذا موضوع طويل، نحن بنتكلم الآن عن ناس أطهار ما بدأ نجيب دل ناس غريبين يا أخي، يقول لك الصحابة واحد لقيت منشور لها في الفيسبوك، أنا طبعا ما بأخش ما والله أسد ما بعرف أكتبه، لكن في الشغلة دي ما كتبتها، بعد لقيت جاب لي واحد قالت نحن ما دارين حاكم يقول لنا قال الله قال رسول الله ويجيب لنا سيرة الصحابة الخارقين، كذب اللفظ الصحابة الخارقين، دارين حاكم يتكلم في السياسة والاقتصاد وشؤون البلد بس، ديل مش سياسة اليتي ما بيهم ديل، والناس الشيوعية ما بينهم والناس اللي بيسخروا بيهم، شايفين الصحابة رجعيين، انت عارف ديل غلبوا منو؟ غلبوا الروم، الروم اسي ما بترجفك، الروم دي يعني امريكا اسي، الروم امريكا، ديل دقوها كذي تر هناك الروم امريكا هناك، ولا في هنا في مبدة ولا في هناك في ليبيا ولا في كرور ولا في جنكلكي، يقول لك نحن الصحابة ما دارين نرتفع فوق، ديل مش فوق، ديل سيدون وسيدنا مش طلع فوق السماوات العلى، طلع محل جبريل وقف، جبريل ذاته وقف قال لكل مقام معلوم، اصعد يا ابن عبد الله وطلع، تقول لي يا أخي لا في هنا دي، لكن احنا دارين حرية ودارين شنو ودارين كذا، ما مشوا الأحفاد النازل، ما مشوا الأحفاد، ما مشوا جنوبي والغربي ولافين في البلد دي، وكلية الطيران الله يطيرون شت ما يجونا في البلد دي. بعد دارين حرية أكثر من كذا، أنا والله وصلت لي قناعة من جوا القلب، الناس زي يا جماعة مرحلة شهوات اتجاوزوها، مرحلة يدعو لفاحشة اتجاوزوها، فاحشة دي راقدة، أجارنا الله وإياكم، نازل دايرين الفاحشة تبقى علنا، يعني قصة تصلوا لفاحشة دي ما دايرة لا شيء،
براهم لافين شغلتهم في بعضهم ورقيص وثورة والبيت خدتوها في النص وضحكوا عليها وكذا. دي مرحلة هون تجاوزوها، دارين البصل الكعبة الفاس ده بتفسد الشوال، ونحن قاعدين ننظف البصل ده. أي بصلة في البلد دي شيوعية علمانية غيرها إن شاء الله نحاربه نيدعها برا المخزن وبرا أي شيء. سيرة بتاعت ناس أطهار يا أخو، ناس أفضل الناس يا أخي، جاهدوا في سبيل الله تعالى. صحابة ديل مسكوا الدين كله، شكاية الله رفع ذكرهم، رفع ذكرهم لليلة محل ما تمش. عمر بن الخطاب، مسجد أبي بكر الصديق، بئر عثمان رضي الله عنه، سيرته لليلة أفضل من سيرة لينين وكربون وجنكلك كله.